الحصة الرائعة اللي كنا بحاجة ماسة. كف مطلع. عندها أطباق تقليدية مخدومة بزيت أرجان. You know whether you're gonna be drawn back to your traditions or. راح توقف بينا ولا بلا بينا. حصة من شبابنا الجزائري. كاين حوايج ما نساوهمش في الحياة. حتى الأطفال الصغار ما كانوش يعطوني دي غومارك، وعلا نحن ما نعملوش كيما هكا؟ كانت إرادة. بديت نخدم للروح. نبنيو حاجة اللي كوب المودرن. في المستقبل الصنايعي هو الإنسان اللي ميتريزي لا تكنولوجي. Maybe real, maybe not. تقول حذاري. I will tell you the difference between when we talk in Algerian. الآن الحمد لله راهم يقوموا وأخذوا بعين الاعتبار الفكرة تاعنا. قلت علاش ما نبديش ونشوف. انبهرت كي درنا هذاك الدرس. صباح محامية. لو سوار مختلعه. ما رقدناش هذيك الليله فرحانين بهذاك الانجاز. كي درتهم ما كنتش نقارع فيهم يغزو العالم. كما يقول لك لا ناتور اولور دو فيد. المشروع هو استخراج البيو ايثانول. منذ ذلك التاريخ انا نحب الطبيعه. بروميي سالير اون دينار سيتي 18,100 ألف. ما تخليش العقده تطقي عليك. لو جو بو با اي ديفوني ناتوريل. انا اراه غير مسؤول. ما تتوقفش الحياه عندما نغير المكان. اي تولد ماي ستودنتس Do you understand this? لأنها آخر حلقة من الموسم. خلونا بوزيتيف مع محمد أحمد خريفي نهار الحد 9:15 العشية على شروق تي في.